مرحبا طلاب، وياكم التدريسية سارة عقيل لمادة البكتيريولوجي. راح ناخذ فد انترودكشن بسيط عن المايكروبيولوجي بشكل عام. شنو نقصد بالمايكروبيولوجي؟ المايكروبيولوجي is the science that studies organisms which ordinarily are too small to be seen without a microscope. يعني العلم اللي يختص بدراسة الكائنات اللي تكون حجمها جدا قليل، ما نقدر نشوفها بالعين المجردة. هذه الأورغانيزم راح نطلق عليها بالمايكرو أورغانيزم أو المايكروب. المايكرو أورغانيزم تشمل مجموعة، تشمل عندنا البكتيريا، البروتوزوا، الفيروس، وعندنا الباراسايتك وورم إلى آخره من الكائنات المجهرية. طيب المايكرو أورغانيزم راح نقسمها بالاعتماد على الاختلاف الموجود بالسيلولار اورجانيزيشن، وعندنا بالبايوكيمستري. راح تقسم الى قسمين رئيسين اللي هي عندنا البروكاريوت والايوكاريوت. فد اختلاف بسيط بين البروكاريوت والايوكاريوت، عندنا البروكاريوت هي راح تكون يعني كائنات بسيطة جدا، أحادية الخلية، يونيسيلولار. أما الإيوكاريوت راح تكون عندنا مالتي سيلولار. فيما يخص عندنا المادة الوراثية للبروكاريوت، راح تكون عندنا سينجل ستراند دي ان اي او ار ان اي، يعني حسب الكائن المجهري. مثل عندنا الفيروس راح يكون المادة الوراثية مالته اما دي ان اي او ار ان اي، بينما الإيوكاريوت راح تكون عندنا المادة الوراثية دبل ستراند. بالإضافة إلى عندنا العضيات الخلوية اللي هي مثلا الميتوكوندريا، راح تكون غير موجودة بالبروكاريوت، بينما الإيوكاريوت تكون حاوية على الميتوكوندريا. هذا فرق بسيط يوضح البروكاريوت والإيوكاريوت. طبعا عندنا البكتيريا والبلو جرين ألجي راح تعود إلى البروكاريوت، بينما الفنجاي وعندنا سلايم مولد، البروتوزوا، هذه كلها راح تكون ضمن الايوكاريوت. ننتقل للبكتيريا اللي هي ضمن البروكاريوت مايكرو اورجانيزم. البكتيريا هنا راح تكون عرفنا بانه راح تكون يونيسيلولار، وايضا تختلف عن النبات بانها تكون غير حاويه على ماده الكلوروفيل، دو نوت كونتين الكلوروفيل. ايضا عندنا تكون do not show true branching، يعني راح تكون غير متفرعة، ما عدا عندنا نوع واحد من البكتيريا اللي هي higher بكتيريا نسميها بالactinomycetes، هنا راح تكون branching. هذا الفرق الوحيد بين البكتيريا وعندنا higher بكتيريا. طيب عندنا هاي المايكروأورغانيزم راح يكون قسم منها أما pathogenic اللي يسبب لنا ديزيز للهيومن او للبلانت او للانيمال، والقسم الاخر راح يكون عندنا نون باثوجينيك، يعني راح تكون نون هارمفول، غير مؤذية للانسان او للبقية الكائنات الاخرى. عندنا راح ناخذ الميديكال امبورتنت اوف او بكتيريا. احنا نعرف انه البكتيريا ممكن تكون لها فائدة للبلانت، للانيمال، ايضا للهيومن، لكن هنا راح نختص بفائدتها على المستوى الطبي للانسان، خصوصا للانسان. على المستوى الطبي، اولا عندنا بعض انواع البكتيريا لها القابليه انه تنتج انتيبايوتيك، سواء كانت بكتيريا او فنجاي. مثال على الفنجاي اللي تنتج انتيبايوتيك اللي هي البنسليوم، تنتج لنا مادة البنسلين. أيضا عندنا الفائدة الأخرى اللي هي for the production of vaccine، إنتاج اللقاحات. نستخدم البكتيريا حتى نقدر ننتج اللقاحات. زين، هذا اللقاح أما separation their antigen، شلون نحصل على هذا اللقاح؟ أما نعزل الأنتيجين، أو ممكن يكون على شكل dead form، يعني الكائن المجهري او البكتيريا راح تكون على شكل dead form، بالاضافة الى او تكون على شكل live form. لكن هنا عندنا live form
لازم نفقدها خاصية الأمراضية حتى نقدر ننتج اللقاح. مثال على البكتيريا اللي ممكن نستخدمها لإنتاج الفاكسينات اللي هي عندنا التيوبركلوسيس. هذه بكتيريا التيوبركلوسيس اللي هي عندنا المسببة لمرض التدرن، ممكن نستخدمها لإنتاج لقاح التي بي فاكسين. بعد عندنا الفائدة الأخرى اللي هي عندنا البروبايوتيك. البروبايوتيك هي نسميها بالفريندلي بكتيريا، مثال عليها أو نسميها بالنورمال فلورا، مثال عليها البكتيريا المتواجدة بالإنتستاين. هذه راح تكون يعني غير ممرضة، ما تسبب أمراض للإنسان، تكون صديقة للإنسان. الفائدة منها أنه ممكن تحارب البكتيريا الأخرى اللي تكون باثوجينيك. وأيضا عندنا ممكن نستخدمها في معالجة الدياريا بالأطفال. بعد خاصية أخرى اللي هي عندنا اللي هي for genetic engineering، بعض أنواع البكتيريا راح نستخدمها في مجال البيوتكنولوجي حتى ننتج البيولوجيكال كومباوند، مثل عندنا ننتج الإنسولين أو عندنا الفيتامين بي 12 إلى آخره من المواد الحيوية المهمة. طيب شنو خصائص هاي البكتيريا اللي نستخدمها بالبايوتكنولوجي حتى نقدر ننتج هذه المواد؟ أول شيء عندنا اللي هي have short reproduction cycle، يعني دورة التكاثر مالتها قليلة، وبالتالي عندنا الانقسامات راح تكون يعني خلال دقائق محدودة، وتقدر تنتج لنا النيو دوتر سيل. فهذه الخاصيتين هي راح تكون مهمة لاستخدام هذه البكتيريا ضمن مجال البايوتكنولوجي لإنتاج البيولوجيكال كومباوند.